وحشتونا اقسم بالله. زوز يا زوز يا زوز، عيد ميلاد الزوز، كل سنه وانت طيب يا زوز. وانت طيب حبيبي يا زوز. الله يبارك. تميتي كم سنه يا بيضه؟ كم السنه انت كده؟ تبارك الله 67 سنه. الله اكبر. شباب شباب لسه عايزين نشوف لك عروسه. لا ده بي... لا ده ما تقولش شوف لي عروسه. انا لا ده عايزين نشوف شوف لي عروسه حفيده عروسه. ها عايزين نشوف لحفيده عروسه. لا لا تتقلبوا على شي حاجه انتوا ما بطلتوا. لا مين قال الحبيبه القبيضه العمر؟ لا ما انا ما قلتش حاجه غلط. لا تتقلب على شي حدث ما اقدرش. وانت كتقول لي شوف عروسه، انا كل هريسه حياتي كامله. والله يا زوز انا صاحي متاخر، كان نفسي انزل اجيب لك تورته ولا حاجه، بس انت عارف الحظر فمش هلاقي. شوف غير من وجود ديركم حقك عليا تورته. سنه حلوه يا جميل. تشا تشا تشا. سنه حلوه يا جميل يا حلولي يما. سنه حلوه يا زوز. اجي يلا حالا بلا بلا غنى. حلو يلا طفي الشمعه. طب اعمل هوف عندك شعر فينا العافيه. ايوه كلها زوز ولا سيبها نرجعها. هنرجعها واعطينا غن كل واحد يشمها غير تشم كروبيا. حبيبي يا زوز عقبال مليون سنه حبي. الله حبيبي حبيبي. انتوا عيد ميلاد زمان بقى كنتوا بتعملوا عيد ميلاد اعياد ميلاد وكده ولا ما كانش؟ ولكن ما كانش في طقوس للعيد. لا 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 كان ابو عم الحاج كان يعمل عيد ميلاد على على حسابه. على حساب الزوز ولا على حساب كل اولاده؟ اه كل اولاده كان بيديهم قدر من المال ويقول لهم ضحكوا. ده عيد الميلاد. ده عيد الميلاد. لا ده هدية عيد الميلاد. هدية عيد الميلاد دايما. وما كانش طريقة ديال بالكاطو بالمشروبات وداك الشيء. ما كانش هذا طريقة تقليدية وصافي. ديال كيحتفل بسميتو. احنا كان عندنا كانوا بيعملوا اعياد زمان اعياد الميلاد. كانوا يجيبوا ازازة الكولا كوكا كولا وبيبسي بس في ازاز كده. وتورته بقى او طراطير كده حاجه اسمها طرطور. شنو هو الطرطور؟ طرطور طربوش طربوش كده بتاع عيد الميلاد. وهوف. وعندنا بقى اغاني غريبه بقى كان ممكن ما اعتقدش حد سمعها قبل كده. يعني في اغنيه كده كنا بنغنيها للعيال الصغيره نقول له يا اللي شعرك كتكت اللي ينام ولا يرقد الا بالخرزانه عامل نفسك قيمه وانت قديمه يا اللي شعرك كتكت هتتغنى بعيد ميلاد. كنا بنبهدل بيها الدنيا. كي كان كبير كي كان صغير. اي لا ما يعني يعني بيبقى بتتقال للعيال الصغيره يعني. او الناس اللي الشباب اللي في سننا انت فاهم. ما ينفعش عيب يعني نقولها لحد اكبر مننا. بس عقبال مليون سنه حبي. الله يحفظك. والله انا هين عليا انزل اخدك لفه دلوقتي في الحظر وننزل. بس يلا بقى مستحملين. لا ما نقدروش دابا. دابا تحناش كي دابا بقوت اللي بقينا كنجلسوا في المنزل. والله الا ولفنا ما بقيناش نقدروا نتحيدوا دابا من هنا. دابا كنجلس بلاصتك. والله ما كتجيب كريم البلا باش تهز من تما. انا نايم نايم الساعة 7 الصبح صحيت تفاجئت ان الساعة 6 افتكرت ان ده فوتوشوب. لا هو الوقت كله تغير عند كل واحد. الدنيا باظت. كنا نصحى بدري نصلي الفجر وما نفهمش. دابا نصلي الفجر ونرجع ننام. كنرجعوا نعسوا. كان الموضوع حتى الظهر نفطر. والظهر مشكل. دابا حتى ما بغيتي تخرج لبرا خصك الفيزا. دابا ولينا كناخذوا الفيزا من عند نقدم باش نخرج برا. الا ما عندكش الفيزا ما يمكنش تخرج. خلينا سيدي غير هنا. ما تقول لنا نكته يا زوز. تقول لنا نكته بمناسبه عيد الميلاد. نكتة اللي كنت قلت لكم قبيله ومشات لي على نقول لي الاول حيت انا دابا بزاف ديال النكت ولا النكت هي تهربوا كتهربوا له كيهربوا تهربوا له. تقول لي على نكته ما عرفتش ان بعد الحجر الصحي هيعملوا مكافاه لمين؟ كاينه هذه ديال المكافاه خصوصا لمين بقى؟ الازواج اللي بقاو مستمرين حتى الاخر اللي ما طلقوش العشره الاوائل. العشره الاوائل اللي بقاو ما طلقوش. وهذه نصيحه للازواج حيت في هذا الحظر هذا اللي ما دابش دابا. انا من كثر قعدتي مع بنتك قربت اقول لها انا خنتها قد ايه؟
قربت خلاص عنديش حاجه اقولها. قربت قلت علي خدي بقى بص انا خنتك مره واتنين ثلاثه تعالي مشاكل الراس ما اي حاجه بقى قاعدين فاضيين مش لاقيين حاجه. هو دي الشغلانه دي شغلاني ما داكشي اللي كنقول لهم يتشغلوا باش ما يبقاش يدخلوا في المشاكل ويدخلوا في عطي. دابا شوف دابا غادي نلقى لكم الشغل. دابا من انا ومن الفوق نلقى لكم الشغل. صبنوا شويه الزرابي صبنوا شويه ديال البطاطا غندير الشباكيه صوبوا معايا. غادي ندير الشباكيه صايبوا معايا الشباكيه تدخل معايا للكوزينه. ندخل ما ندخلش كوزينه صغارين. شوف واخا تما دير ليها واخا ما تدير حتى شي حاجه تبقى دير ليها غير الزنزلان دريدور دير تما انت دريدور دريدور جاي على تريتور بقى دير ليها الزنزلان سمسم سمسم دير دير السمسم فوق الشباكية بنعمل عليها السمسم وانت حتعمل السمسم دريدور دير ليها ترشو صافي كلنا نقعد نرش كل رش تما بالمصريه رشاش لا دريده واش غادي نديروا المهم كنتلفوا الوقت اش غادي لا المهم كنتلفوا الوقت ونحيدوا هذا. دابا ولفنا ولفنا هذه الجلسه في الدار خلاص بس تعبت انا قربت قوي وانا قاعد اهو شوف شوف بص الواد بيخبط في بطني اهو افتح له مش قادر والله من كتر القعده والله مش قادر. انت ما كتاكلش قاعد كده ايوه ما النوم بيوجع لي دماغ ظهري ما كلنا مش كلنا كلنا باش اطلع ايه سلام الدروج طلع الدروج افهمك اختي طلع هات الدروج هبطوا دير ليه الكيرطاج يطيح داك الولد ديالك اسقطوا لا واخد بربنا لا انا شويه كمان وهنتحب من فوق السرير اقسم لا ما تسقطوش انت هو يسقط راسه والله انت من فوق السرير ربنا يستر انت من فوق السرير ولا اه كده خلاص والله انت من فوق السرير ويقول عليك كافر اخر ايام تمشي كامل لا من يعني من في حد من تعمل من فوق السرير يا ماما معلم معلم شوف البنت الصغيره طلع هي البنت الصغيره شوف شنو شنو دايره في هذا الحجر انت بتعملي ايه بتعملي ايه في الحجر السحري ايه كناس. تبارك الله عليك تعملي ايه كنا ناكل يا عم لازم امال انا هبقى كده من شويه والواد الصغير نقول بتعمل بتعمل ايه يا سامي في الحجر السحري كيشني الشعب السحري اه صح انت لو قلت حاجه غلط غير كده اصلا تبقى غلطان كيجيك الشعب السحري وانت يا زوز بتعمل ايه في الحجر السحري ناكل ايوه نقر ينقر ايه بس ندير ندير عندي فيه الاجر عندي فيه الاجر ينقر 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 نقير 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 وشو وقتي دا شوف هو غير كيشوفني كنهضر مع البنات كيجي عندنا يقول اش كتقولوا شو كديروا شنو كتقولوا رجع داخل ايوا تما الراجل يعمل لا ولكن دابا المشكل انت جالس وكتسمع الهضره دابا بينات جوج ولا ثلاثه بس حتى حد يتكلم كيضربني راسي كيضربني راسي وخصني يشاركوني المعلومه انا بدون شغل انا قلت لكم صافي قراني متقاعد وبدون عمل وكنقلب على شغل واخا غير نسمع انسان معاهم واخا نعمروا الوقت وحنا دابا نبقاو جالسين واحد يشوف فيا ونشوف فيك ولا هذا ولا هذا هما اللي ينزل يعمر وقته يعمر وقته وبعدا وبعدا ولفتوا الجلسه ديال الدار هنيتوا ديك الطوموبيل مضيعه ليصوص انا خلاص عمرت الطوموبيلة وقعدنا كنا فول وقاعدين بنشم في المازوت درتوا ليها صافي جلستوا مابقاش مسكينة كتخرج الله يسلمك حتى هادي تولي يشوفها ولا تحرق الطوموبيلة واحدة أخرى مستحيلة والله العظيم ولا توحشتها دابا بقوت هذا انا كل ما اختي يحاسبوني نهوز نعس حداها حاجه امبارح عملت حاجه امبارح عايز ربنا يعني يسامحني عليها تخيل انا واعوذ بالله من كلمه انا اتفرج على باور رينجرز انا اقعد اجيب 8 حلقات ورا بعض اتفرج على باور رينجرز والسهم المنطلق انا تخيل انا بتفرج على باور رينجرز مترجمين مدبلج مدبلج هما كيهضروا باللغه العربيه واش غادي ماشي السوتيتر بالسميت واش شركه السداد
الحوايج ما بقيتش تبيع، ما بقيتش تمشي عند الكليان، ما بقيتش تمشي حتى حاجة. الله ما قلتي بالله خلاص. أه؟ اللي حصل بقى أنا إيه؟ الحمد لله. ما احنا دابا تشعرنا ولينا قربنا ولينا غنديروا ليه الصفرات ونقول ليه انا حديثا ندير. غادي نديروا بحال اللي غنديروا واحد الريشه، الريشه ديال اللي بهنا ونرجعوا ليا مات الورود الحمر. نغني له لك. عارف اغنية له لك؟ الاغنية دي ضربت في مصر. طب احنا بما ان احنا اتدخلنا او اتكلمنا في الحجر الصحي، كان عندي حاجه عايز اتكلم فيها. انا شفت كذا بوست على الفيسبوك او على السوشيال ميديا عامه ان الناس خايفه من شهر ابريل. ليه خايفين من شهر ابريل؟ ليه؟ ده اولا يعني اولا عيد ميلاد الزوز فيه، فدي حاجه ما تخوفش. تاني حاجه ده شهر زي اي شهر ربنا خلقه. ايوه الناس تقول لك ربنا يستر من شهر ابريل مش عارف ايه يا جدعان. احنا استحملنا شويه تمام وهنستحمل ان شاء الله. خلاص احنا يعني على فكره لما قعدنا في البيت احنا حسينا ان احنا مرضنا، بس لو خدتوا بالكم ان الدنيا بدات تتحسن شويه عشان حطينا ايدينا في ايدين بعض من بعيد كل واحد جلس في داره تمام، فالدنيا بدات تهدى شويه الامراض. والجلسه ديال الدار كان عندها فائده. رجعت ترابط المرا بعد ترابط مع المرأة مع راجلها، واحد يرجع يتفاهم شي شويه، كل واحد ماشي ما كانش هادشي، كل واحد قام بالتليفون ديالو، كل واحد قاص في كونتو. دابا كل واحد ولا كيدرس الاخر. دابا بحال دابا المرأة كتدرس راجلها تشوف هذا اللي كاين بعض المسائل كانت ما كانتش كتشوفهم براجلها، ولكن ملي جلسوا دابا ولاو كيبانوا عاود نفس الشكل بالنسبه للراجل بالنسبه للمرأة الراجل كل واحد سميتو. ونعرفوا شوف نعرفوا نيت الاخطاء ديالنا ونعرفوا بزاف ديال الحوايج ونحاولوا نصلحوهم، لان هذه دابا اللي كانت عندنا هنا بحال محطه ديال الاستراحه. اها لان محطه ديال الاستراحه من بعد باش نبداو بواحد النظره جديده ان شاء الله في المستقبل ونصلحوا داكشي اللي كان بعض الاخطاء. انا كنديروا اخطاء وكندوي هي الفكره اللي احنا عايزين نوصلها ان هي هانت والله. لا والله هانت يعني احنا عدينا شوف انا نقول لي اللي كيملوا حيت كاينين بعد هذا الله يديهم غير دابا كيحسوا بالقلق ويحسوا بسميتو ما يبقاش فيه الحال. راه العالم كله جات في داره بالضبط كده، راه قلبنا الكره الارضيه كلها جات في داره خلاص. كل واحد تجي واحد نفسه الناس ما عندهاش يدير الا الناس خصها تعرف القيمه ديال هذه الناس. دابا نيت هاد الملوك والرؤساء وداكشي كيحطونا باش نجلسوا في ديورنا، راه صالحنا وصالح البلاد، راه حتى شي واحد ما كاينش، راه حتى هما جالسين، راه كل واحد راه قاط بلاصتو، راه ما كاينش ديال هذا. واخا مساكن دوك الناس دابا اللي كيقوموا بهذا الشيء ديال الامن وهذا الشيء ديال الصحه وديال هذه، المهم كاع المؤسسات اللي كاينه ديال البلاد اللي قايمه بهذا الشيء، وتحية لهم من هذا المنبر لان قايمين بالواجب ديالها والله يحفظهم الله يجيهم. اشوف كنهضر على كل شيء من السلطات حتى دوك الناس ديال النظافه، حتى دوك الناس اللي كيشطبوا الزنقه اللي كيصيبوا الجرادي اللي كيصيب، راه حتى الناس هما خصنا نقدموا لهم تحيه. راه الناس هما مضحيين بقوتهم وبالوقت ديالهم، مضحيين بشيء هذا ومخليين ولادهم ومخليين سميتو باش كيجيو باش يساعدونا حنا، وحنا باش نساعدوهم غير بالكلاس ديال الدار. وانت واحد كيضحي بكل شيء ديالو وتجي انت وتخرج الدار مش خايف على نفسك، طب خاف على اهلك، خايف على مش عارف مين، لان ناخذتي وجلستي في الدار حنا غادي نتهناو. هذا ما بقى قدام ما فات غادي يمشي ان شاء الله، ولكن بالتكافل ديالنا بالتضامن ديالنا ونتبعوا التعليمات. راه انا ما كنت راه التعليمات اللي كاينين راه في صالحنا، لان الا خرج واحد تماك وقع لي تاع راه غادي يدخل يجني على ولادو ولا يجني على عائلته ولا على خوتو صغار ولا على، وخصنا نفهموا هذه القضيه، خصنا ندخلوها بعقلاتنا، خصها تولي ثقافه عندنا، وهذه ان شاء الله تخلينا نوجدوا ان شاء الله من هنا للمستقبل. لان ما عرفنا كيدير واش نبقاو حيين ولا ما نبقاوش ولا هذا، كل واحد ما عرفش. حنا ما بغض النظر على المرض، راه لان الانسان اللي كيوصل الاجل ديالو صافي ما عندنا ما نقولوا، كما كنقولوا اللي وصل الاجل ديالو كيمدرجلو. المهم الانسان ما خصوش ياخذها بهذه النظره، لان الحياه والموت راه بيد الله، الله هو اللي قاد بهذا الشيء وقاد بخلقه وقاد. حنا اللي كاين خصنا نضبطوا راسنا الصبر يا جماعه، الصبر والو الصبر، اجي ما نكونوش قد الصبر ديال ايوب
طبعا اللي دا 18 سنه احنا غير شهر ما قديناش نجلسوا هو غير شهر ولا 20 يوم احنا مكملين هذا مشى ليه ولادو مشى ليه المال ديالو مشى ليه كل شيء حتى ما بقاش منبوذ انسان وعايش وعايش في المرض هي كل الفكره ان احنا عايزين نوصل للناس ان شهر مارس زي شهر ابريل زي مايو زي اي شهر ربنا خلقه زي ما استحملنا هنستحمل وان شاء الله هنعديها في اسرع وقت ان شاء الله بس إن شاء الله. واخر كلام في الفيديو هرجع اقول لك احلى بيرث داي عليك يا احلى زوز عقبال مليون سنه وانت يا احلى احمد يا احلى حمدين حمدين حبيبي نشوفكم على خير.